خير عليكم. اختلفت الأجيال أكيد. حضرتك طبعا بتتكلم عن موضوع مهم قوي، لأني مش عايزين نحس دايما أن عندنا ولادنا عندهم أوقات فراغ، وده ناقوس خطر أن الولاد ما يبقوش حاسين بقيمة الوقت، وبالتالي ما بنعمل لهمش وقاية للانحرافات السلوكية، دي مشكلة. وبيبقى كل واحد زي حضرتك ما بتقول ماسك، سواء قاعد على الانترنت بيعمل حاجات مش مفهومة، وده طبعا بيفكك الأمور الأسرية طبعا. فاحنا عايزين الأربع أهداف بتوعنا الأساسيين نحسس ولادنا نمرة واحد بقيمة الوقت، نعمل لهم وقاية لعدم الانحرافات سلوكياتهم، نبتدي نكلفهم بحاجات مفيدة عشان نقدر نصل ان ولادنا يستفادوا من وقتهم. الحاجة الأخيرة ان احنا نعمل ترابط أسري بقى، يعني نبتدي نحول الأجازة دي لحاجة مفيدة للكل، لان ايام الدراسة بيحصل ان الام من الساعة كام الفجر الصبح بتصحي ولادها وتعمل لهم وجبة الفطار، وبتجري تحضر لهم اللبس بتاعهم، وبينزلوا جري ويلحقوا اللي بيركب باص وبينزل مع امه، فالحياة دوامة كبيرة جدا 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 وسريعة جدا جدا، وبيرجعوا من بره الغدا بسرعة، وبعدين بنرجع بعد كده نعمل الواجبات المدرسية وبيناموا، فتقريبا بيبقى هو الويك اند، وممكن يبقى فيه برضه التزام دروس معينة واجبات إلى آخره، لكن الأجازة بتبقى كامل الوقت هو أسري في الأول، راحة ذهنية. النشاطات بتاعت ولادنا أنشطتهم مهمة جدا في حياتهم، لأنها هي اللي هتخلق من شخصيتهم جيل متميز. اي نوع من النشاط بقى يعني؟ وهل وزاره التعليم مثلا بتوفر زي ما قلنا تاني، مش كل الناس عندها الحظ ان هم يروحوا نوادي، ما انا هبدا من البيت وادخل بقى على امكانيات المدارس، امكانيات الانديه، امكانيات ان احنا نعمل لاولادنا رحلات، نعمل لاولادنا العلاقات اللي ممكن يسمح ليهم بدون ما احسسهم ان في رقابه عليهم انهم يقدروا يستفادوا منه. نبدا بالبيت. تكليف، انا عندي ولاد كل طبعا في مراحل عمريه، مراحل نقدر نقول الاطفال اللي هو من سن سنه لغايه سن المدرسه، احنا نبدا السن الطبيعي اللي هو 6 سنين اللي هو اولى ابتدائي. لو بدات الاتجاهات هبقى بقول كلام ايه، لا احنا لسه دول بيبقوا بنسميهم تمهيدي لحياتهم، فمش هنقدر نثقل عليهم الا انهم بنعمل لهم حاجات تنميه قدرات ومهارات، لكن هنبدا من سن 6 سنين لغايه ان شاء الله 12 سنه. من 6 سنين ل 12 سنه يعني انا بزرع فيهم حاجات مهمه جدا. لازم يبقى عارف ان هو مسؤول. مسؤوليه. لازم يبقى مترابط في البيت اللي هو موجود فيه. لازم يبقى عنده حاجه بيحبها، مهارات يكتسبها. لازم يكون عنده هدف عاوز يحققه. كل الحاجات دي نبتدي احنا في البيت نشكلها مع بعض. لو الام الصبح خارجه وراحه شغلها، تقدر تقول تكليف بسيط للولاد وفي متابعه ليه هو تم ولا لا، يعني انت عليك كذا، انت عليك كذا، انت النهارده البابا بتاعنا، انت اللي هتصرف علينا النهارده. بتهريج وبلطف وبظرف، عارف الولاد بيحسوا بالمسؤوليه وبيحسوا قد ايه ان البيت ده بتاعنا وان قيادتنا كلنا، ان بابا وماما مش هما المفروض طول الوقت هما اللي بيهلكوا عشاننا، لازم نقدم لبابا وماما. انا لو بسيت ده في ولادي هيحبوني وهيحبوا البيت وهيحبوا يكون لهم شخصيتهم. طبعا نيجي مثلا ليوم المطبخ، طبعا انا هخاف على ولادي انهم يدخلوا المطبخ بالشكل، ولكن نقدر نعمل وجبات بارده، نقدر نعمل تاك، نقدر نعمل ايس كريم، اي حاجه. المهم الولد او البنت يدخل يبقى عنده تكليف وحاجه يبقى حابب يعملها، وفي نفس الوقت ونيجي في الاخر الاسبوع. طبعا حاجات من دي كتير جدا، يعني انا ممكن ادي افكار من هنا لحلقتين بس ثلاثه، هي كلها ليها علاقه بان هم يبقى عندهم تفاعل و نشاط بيعملوه جزء من البيت، جزء من نظام البيت. ما سيبهمش نايمين بقى يفضلوا نايمين وبالليل سهرانين وانا جايه تعبانه وانا نام وهم فاضلين سهرانين، ويبتدي يحصل طبعا انحرافات سلوكيه انا مش قدها وفي السن الصغير ده، والصحاب بيعلموا بعض، والبيت اللي ما فيهوش رعايه بيبقى سلبي على الولاد وهم سلبيين على اصحابهم، فاحنا مش عايزين ده. عايزين احنا نبقى عاملين برنامج له هدف، والمهم ان انا اقدر اكلف عشان اقدر الولاد يناموا بقى بانتظام والكلام من ده الى اخره. طبعا بيبقى الاجازه متقسمه جزء اللي هو المصيف، متقسمه اللي هو الوقت اللي هم في البيت وانا في الشغل، لان معظم الامهات دلوقتي عاملات الله يكون في العون، يعني
والابهات طبعا يعني الاباء طبعا والامهات. انا مش عايزه اخليها لغه عربيه يعني، عايزه اتكلم بثلاثه عشان الاولاد اللي بيسمعوني والامهات اللي بيسمعوني يبقى الموضوع سهل بشكل عام يعني، بشكل لغتنا الدارجه. فاللي يحصل انه يبتدوا يدوا لاولادهم شيء من الاهميه لهم. ممكن اجي في يوم اقول للولد انت المسؤول الميزانيه النهارده معاك، انت النهارده عندك كذا، وشوف هتغدينا ايه، هتاكلنا ايه، هتعمل لنا ايه، انت اتفضل انزل هات لنا من السوبر ماركت كذا عشان يقدر يتعلم يتعامل مع الفلوس. طبعا كلها تكاليف صغيره على قد سنه، بس بنمي عنده هذه المهارات، بنمي عنده قدرات. هو كده ببتدي بقى انا اكتشف هو حابب ايه واقدر انميه. اقدر احط برنامج للرسم، برنامج للموسيقى، برنامج للرياضه، برنامج لكل حاجة ابني هكتشف فيه فيها يقدر يعملها عشان يبقى متميز فيها. ده على 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 الشكل، على الشكل مسؤولية البيت. خرجنا من مسؤولية البيت، بقينا ندور على الأصحاب، نبتدي نشوف ايه المجتمع اللي انا احب ابني يكون فيه صحابه، يكونوا شكله وزيه، ده مهم. حتى لو لقيت ان ابني اتعرف على زميل لي او صديق لي وما عجبنيش، مش لازم برضو الرقابه اللي هي القويه والزعيق لا، والمجموع مرغوب كمان. اقدر اتعامل مع ابني بحيث ان انا اوصله ان هو يبقى متميز بشخصيته، وهو اللي يقدر ما يبقاش منقاد. نيجي بقى للنوادي. ممكن معظم الناس ما عندهمش اشتراكات انديه، يبقى في بقى تدخل هنا المدرسه اللي ابني مستحق فيها، الانشطه الصيفيه اللي في المدارس. الأنشطة الصيفية دي هي محتاجة شوية تطوير طبعا، محتاجة شوية إمكانيات في بعض المدارس، يعني في مدارس بتقدمها متواجدة. بس أنا بقول عشان الجيل اللي أنت تقولي اتغير طبعًا، لازم أغير له برضو الأنشطة، لازم أغير له كل بالظبط كده. فأقدر بقى هنا يشتغلوا في المدارس، يشتغلوا على الكمبيوتر مهارات لازاي يقدروا يعملوا برامج على الكمبيوتر، الوان، رسم، بحث، كل الحاجات برضو اللي تبقى مفيده، وان ابني او بنتي تقدر تجيب المعلومه. برضو ما تبقاش حاجه سداح مداح بقى شات وحاجات وعلاقات ويتفرق، لا، لازم يكون في توظيف للقصه. يبقى في النظام في الانشطه، في طبعا نشاط رياضي، ان الولاد تبقى ليها فرق، كاراتيه، جودو، مثلا سباحه لو طبق عن نوادي برضو يعني. وانا قلت ان اللي ما عندهمش انديه، لان الانديه بتبقى منظمه اكتر، لان فيها فرق وفيها مدربين. المدارس بتبقى مدرسين ما عندهمش ممكن تكون المهارات بتاعه الانديه، ولكن تتقسم العمليه لتنظيم. لو قسمنا التنظيم هنوصل لهدف، لكن ما تبقاش العيال بيروحوا يزرم ده على ده، مش عارفه ايه يحصل. عارف في لحظه لو انا سهيت عن الطفل من السن ده، هلاقي ان يتربى عنده حاجات انا ما احبش انها يكون عنده. في اهالي بالنسبه لهم فكره ان هو بنخلي باله من ابنه، هو ان هو موفر له كل حاجه، يعني ان هو طالما ان هو ناكله وشربه ونيمه وفي نفس الوقت بيديله كل وسائل الرفاهيه وكل وسائل الراحه، يبقى هو كده تمام مع شكله بتاعه، ويقدر هو كمان يشوف شغله ويشوف حياته، وبينسى ساعات ان في حاجات ثانيه مهمه جدا للطفل. عايزين نغير ده. عايزين ده حقيقي ده بيحصل؟ لازم الطفل يحس فيه وما فيش. يعني دي نصيحتي لكل ام وكل اب. الموضوع ده متغير اليومين دول صح؟ مهم جدا، عشان احنا بنفسد ولادنا، بنحسسهم ان الحياه سهله جدا، وبيجوا في وقت بيلاقوا الحياه مش سهله. صح. النهارده لازم يجي ابني يكون عنده طلبات مجابه وطلبات غير مجابه، ما تكونش مناسبه سنه، ما تكونش مناسبه الظروف، ما تكونش، وحتى لو اختلق ان ده مش موجود دلوقتي، ده مش مناسب دلوقتي، ده بعد شويه اجله، عشان يحس بقيمه، او تعمل حاجه عشان توصل له، فيبقى مثلا زي ريورد او زي مكافاه، لازم احسسه بقيمه شيء طبعا. وبعدين انا برضو عايزه النظام ده لما احنا نعمله، اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، ان لازم كل اسبوع مين اكتر واحد ادى المهام بتاعته، نقدر نعمل له جايزه، نعمل لما نقعد مع بعض اجتماع عائلي كده دائما وابدا، نتكلم في الثواب والعقاب، اللي حتى ما التزمش نرفع من معنوياته ونرفع من مهاراته، ما يبقاش توبيخ ووي، عشان اقدر اصلح في السلوكيات واقدر اصلح في النفسيه البشريه. مهم قوي انها تيجي بمعاييرها، معاييرها اللي هي اللين مع الشده، معاييرها ان احنا نقدر نحبب قوي قوي قوي، وبرده في نفس الوقت ان احنا ندي جزء من التحذير
وهكذا وهكذا عشان اقدر اوصل لكده. هنيجي بعد كده حضرتك في السن اللي هو من 12 ل 18 سنه وده سن المراهقه لغايه ما نوصل لسن الشباب. دول معامله مختلفه تماما. ده هنا انا بصاحب، هنا انا ببقى مشتركه معاه في انشطته، هنا انا ببقى بحاول اكون خلاص وصلت معاه ان هو بقى عارفه ايه الحاجات اللي هي بيحبها وايه الموهبه اللي عنده عشان اخليها تبقى هي يعني انا اقدر اتعامل معاه كأم او ابوي يتعامل معاه ان ثوابه وعقابه من الشيء اللي بيحبه. يعني انت بتحب الكمبيوتر، طب خلاص هو عمل غلطه ممكن بقى هقفل الكمبيوتر الاسبوع دوت، وده لازم يعني. وهو يبقى يحترم ده، مش كل حاجه مباحه يعني انا مش انا يعني بحس ان العيال كبروا قوي 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 اكتر من سنهم، وده ليه؟ لان كل حاجه بدون رقابه. انا بعمل رقابه بدون ما احسسه ان انا عامله رقابه، اللي هو المشاركه، لانه هيتكسف يعمل حاجه قدامي. وان هو كمان يبقى مسؤول، يعني بعمل ان هو مسؤول مش ان هو طفل وانا على طول بوجهه وهو حتى هو ما بقاش طفل. ما احنا اتفقنا التكليف بيدي مسؤوليه، بيكبر المسؤوليه حتى عنده. ده طبعا اكيد وبيفضل على هذا النهج. تمام. نخاف امتى؟ يعني امتى الام والاب يبتدوا يراقبوا سلوكيات معينه؟ ده هيبقى اخر سؤال ليا. يراقبوا سلوكيات معينه او يشوفوا شيء معين ده لازم يكون مقوس خطر ليهم هم، ان هم يبتدوا ما ينفزعوش بس في نفس الوقت يبتدوا يخلي بالهم. اكيد هيقابلوا ولادنا، هيقابلوا ولاد غير اسوياء. ممكن يبتدي الولد او البنت يتاثر بصديقه. انا في وقت ما اكون متابعه اكون شايفه ده بدري قوي وما يكونش اتعمل عليه اي تاثير، فابتدي اسحب ابني باشغله بحاجات اخرى. يعني لو انا مثلا بيروح الحته الفلانيه دي والحته الفلانيه دي فيها الصديق اللي غير سوي، ابتدي اوجه ابني لمكان اخر بشكل احببه فيه واعمل معاه مجهود بقى اضافي، لان ده بقى شخصيه عنده مشاكل فمحتاج مني رعايه، محتاج مني اهتمام، محتاج مني مشاركه، محتاج مني ان انا ما اوبخوش وان انا انفره مني وان انا ابعده عني بحيث ان هو يزداد سوءا مش ارجعه للصواب بتاعه. ده مهم جدا. عامة يعني اعتقد ان كل دي نصايح لطيفه جدا، اهمها واكثرها واعتقد ان هو ملخصها هو الاهتمام والمتابعه وعدم ان يبقى كل حاجه متاحه وفي نفس الوقت ما يبقاش كمان في حرمان زياده عن اللزوم. يعني فكره ان يبقى فيه اخذ وعطاء مع الولد وان تبقى متابعه بشكل يومي، دي اهم حاجه. ده اكيد. على العموم اتمنى ونتمنى كمان يكون المدارس زي ما يعني دوستي الكريمه اشارت الى ان مهم جدا للمدارس وهي بتوفر الانشطه ديت تكون بتوفر انشطه بتناسب العصر ويكون في ناس اكفاء يعملوا كده، يبقى في تغيير شويه في الفكر دوت. ده مهم جدا عشان يكون بديل كمان للنوادي اللي هي ممكن